السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين يحيى، جاي لكم النهاردة يا جماعة بفيديو جميل جدا، كلكم هتستفيدوا. ياريت تدينا لايك للفيديو وتصلي على النبي في كومنت. الفيديو ده يا جماعة هنتقول لكم فيه لماذا يصدر محرك السيارة صوت طارئ. أسباب صدور صوت الطارئ من المحرك باختصار: 1- احتراق غير منتظم، قد يكون الوقود غير مناسب أو خليط الهواء الوقود غير صحيح. تمام، ده واحد يا جماعة. الوقود اللي هو الرشاط، طبعا ضخ الرشاط طبعا هيكون مش مظبوط وكده، فبالتالي صوت المكنة تقطعها. 2- البويه التالف أو الرشاش تتلف شماعاته الأشعة، يؤدي إلى مشاكل في الاحتراق. يعني شم ريحة غاز ني أو بنزين ني، يبقى البويه أو الرشاش بتاعك مشغلش. تمام، ارتفاع درجة حرارة المحرك الزايدة تؤدي إلى طرق المحرك. يعني لو امبير حرارة بيرفع عندك والعربية بتاكل مية وبتنقص أو في مشاكل في وش السرندل، هتطلع معاك صوت تقطيع. تمام، 4- مشاكل في توقيت أشعة الأشعال المبكر أو المتأخر، يمكنك أن يسبب الطرق اللي هو إيه بقى، عدم النطق بكفية الرشاط. تآكل في صمامات المحرك يؤثر على عمليات الاحتراق. عدم وصول الزيت كافي لأجزاء المحرك يؤدي إلى صوت طقطقة. وبشكركم جميعا واستمتع بالفيديو ده. السيارة دي يا جماعة بنغير لها كاتينة، والكاتينة بتتغير على 150,000 كيلو، ده الصح. طبعا يا جماعة بعد 150,000 لازم تتغير الكاتينة، لأن الكاتينة دي لو اتقطعت الصباب والبستم وكله هيخبط في بعضه جوه، لأن الكاتينة دي جلد، لازم أن تكون طرية. حلما نشفت يا جماعة في اللفة زي ما انتوا شايفين بتلف تحت على الطرمبة والكاما فوق. الكاتينة المكنة دي يا جماعة كاتينة وتروس الاتنين، عشان كده نعمل اللي هي السيارة التربو. فيعني 150,000 لازم تغير الكاتينة وتجيب الكاتينة الأصلية اللي هي بيها طبقة كتان في النص، لأن الكاتينة الضعيفة ما بتنفعش فيها. كتان الصيني أو التايلاندي ما بتنفعش، حلو ما سخن يا جماعة بتنشف لأنها كلها جلد وبتقصف، لكن الكاتينة الأصلية يوجد بها بالداخل مادة من الكتان، فمع ذلك بتبقى مرنة وطرية أثناء اللفة. سخنت بردت، هي ليها معدل بتاعها 150,000 كيلو وبتتغير. عندنا هنا في مصر بنخليها كل 250,000. تمام، وبشكركم وياريت لايك للفيديو وجزاكم الله خير، واتفرج لاخر الفيديو وشكرا.